شركة لا في كل بيت في مصر. عضوان الجمال برنامج يأتيكم برعاية هايبر الشرقية. ونعيش مشاكلهم وهنستناكم. أحداث الساعة في كل ساعة هنكون معاكم. هنقرب منكم ونعيش مشاكلهم هنستناكم. على مصر البلد هاني الهواري كلامه بالمستند عمره ما بيداري. هيطرح الأسئلة ويواجه المسؤول ويحل بالفعل مش بالقول. احداث الساعة على مصر البلد. أسعد الله مساءكم بكل خير من برنامجكم أحداث الساعة على قناتكم وشبكات مصر البلد المفضلة لكل أهالينا وكل الأسر المصرية في كل مكان. أهالينا أهلا ومرحبا بكم ومتابعينا للبث المباشر الآن على صفحة برنامج أحداث الساعة لتلقي رسائلكم هنرد عليها النهاردة. يعني النهاردة كل اللي هيتابعنا على صفحة برنامج أحداث الساعة على مستوى المحافظات على مستوى الكرة على مستوى النجوع في كل مكان هنرد على كل رسالة النهاردة هتجيلنا من خلال البث المباشر لبرنامج أحداث الساعة على صفحة برنامج أحداث الساعة الآن. مشاهدينا الكرام طبعا احنا الفترة دي فترة جميلة جدا، فترة حساسة بجد، فترة فيها كل معاني الشجن والوطنية والحب والإخلاص للدولة المصرية. مشاهدينا الكرام معانا أغنية جميلة ياريت نسمعها لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ربنا وياك يا ابني. المالية اللي اتعملت في كافة المشروعات الثلاثة الشبكات الكهرباء والمحولات بتاعتها ومحطات التحكم بتاعتها 483 مليار جنيه ده بدون المحطات. بسجل احترامي وتقديري ليكم كلكم وبسجل تقديري لكل الجهد اللي انت عملته. عليه السلام السلام. وربنا معاك
شابنا الكرام في كل مكان. ربنا وياك يا ابني، ربنا معاك في كل مكان، ربنا معاك في انجازاتك، ربنا معاك في خطواتك، ربنا معاك في كل من يفكر ان يعادي الدولة المصرية، وانت تكون صدى وحماية وكل اخلاص للدولة المصرية والوطنية. مشاهدينا الكرام في كل مكان، النهاردة هنتكلم عن مواضيع كتيرة جدا بتخص كل مواطن مصري اصيل، كل مواطن مصري بيحب الدولة المصرية. بس قبل ما نتكلم عن هذا الموضوع، بنقول لفريق الاعداد عندي الف مليون مبروك على اول انطلاقة لي في برنامج راجل واثنين ستات النهاردة، كان الساعة 5 مساء، للاستاذة الاعلامية سماح سلامة بقول لها الف مليون مبروك، والاستاذ وائل السعيد مدير الاعداد عندي في اول انطلاقة البرنامج راجل واثنين ستات، وكان لهم لقطة جميلة جدا النهاردة على شاشة مصر البلد، ويا رب ان شاء الله يكونوا عند حسن ظن الجميع. ببارك لهم من خلال برنامج احداث الساعة، بقول لهم يلا بالتوفيق ومن نجاح، ويلا كملوا مشواركم. مش قدرنا الكلام في كل مكان، النهاردة طبعا هنتكلم عن موضوع الندوة التثقيفية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشهد الجميل الحضاري في يوم الشهيد والندوة التثقيفية، واللي تم تعيين الوزيري كامل الوزيري السيادة التلفري كامل الوزيري لوزير النقل النهاردة، وهيكون له رؤية وإطلالة. والنهاردة كان في حلفان اليمين لمعالي الوزير كامل الوزيري وزير النقل والمواصلات. مشاهدينا الكرام، بس قبل ما نشوف ايه اللي تم ومدى يعني المشهد الحضاري اللي تم من خلال الندوة التثقيفية، بس معانا كلمة السيد الرئيس رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. تعالوا نطلع نشوف الندوة التثقيفية قال ايه، وخلي بالكم ده كل كلمة كان بيقولها كانت مهمة جدا. يا ريت مشاهدينا في كل مكان نسمع الكلام اللي قاله فخامة السيد الرئيس، لان كل خطوة في الكلمة ليها تعبيرات وليها معاني كتير جدا، ان الدولة المصرية هي دولة عظمى وليس دولة صغرى، وهي دولة أم الشرق الأوسط. تعالوا نشوف فخامة السيد الرئيس قال إيه ونرجع مع حضراتكم. أهالينا على مستوى المحافظات، طبعا كلمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أنا قلت خلي بالكم كل كلمة وليها مغزى، كل كلمة وليها معنى. الرئيس قال كم نقطة كده سريعة، قال إن في حد في وسطينا بيشكك في كل أمورنا. فاكرين الحلقة اللي فاتت لما أنا اتكلمت عن حرام الأصدقاء على الصفحات؟ ده جزء مبسط. ما هو في حد يا جماعه مننا فينا بيخش يشكك في امورنا لمصلحته الشخصيه ولاغراضه الشخصيه. بس مش قادرين الكرام، تعالوا نشوف اللايف بتاعنا بيقول ايه. معانا ابو مارينا دي جي بيقول تحيا مصر سي سي. الاعلامي الاسد هاني الهواري بشكرك طبعا ابو مارينا دي جي، بشكر الاستاذ هاني امين امين، بشكر المهندس محمد نبيل مارادونا على يعني المتابعه الجيده. وهنا يا جماعه على اللايف الان بنتلقي رسائل كل مشاهدينا في كل مكان، وبنحاول ان احنا نشوف كلنا ردود فعاله حوالين هذا الامر. مشاهدينا الكرام، نرجع لكلمه فخامه السيد الرئيس، واللي كان ليها مواضيع كتيره جدا وليها سياق عام في ايه اللي حصل من يوم 25 يناير لغايه النهارده، وايه اللي بيحصل داخل الدوله المصريه، ومين بيحاول يشكك، ومين بيحاول ان هو يقتبس الدوله، ومين بيحاول ان هو ياخر الدوله. ولما اتكلم عن نقطه ايام موضوع الاقتحام بتاع شارع محمد محمود، وموضوع كمان وزاره الداخليه، والشهداء في كل مكان على مستوى مؤسسات الدوله، على مستوى ابنائها اللي تم من خلال الارهاب الغشيم الاسود استقصاء اولادنا في الشوارع المصرية، فهنا فخامة السيد الرئيس بيدي رؤية وبيدي مشهد وبيحاول يوعي اهالينا على مستوى المحافظات وعلى مستوى جمهورية مصر العربية، لان مصر العربية جماعة، مصر العربية مصر عظيمة، مصر كبيرة باولادها بجيشها بشرطتها. والنهاردة الندوة التثقيفية ويوم الشهيد لفخامة السيد الرئيس وكل القيادات السياسية بالدولة وكل مواطنينا على كل مكان، نخلي بالنا لان الموضوع النهاردة احنا عارفين ان في بعض المغردين ان هم بيحاولوا يطلقوا بعض الهاشتاجات. النهارده بقى من خلال برنامج احداث الساعه على الهواء مباشره، يعني انا بشكر الاول قبل ما نطلق هذا الهاشتاج، بشكر الاستاذ عبد الله مؤمن مدير السوشيال ميديا بقناه مصر البلد على المجهود الرائع النهارده اللي بيعمله مع قناه مصر البلد وبرنامج احداث الساعه من خلال اللايف للرد على رسائل كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا النهارده بنطلق هاشتاج الآن على الهواء، وأتمنى يكون هناك ردود حوالين هذا الهاشتاج على مستوى المحافظات على صفحة البرنامج، وإحنا الآن عاملين لايف لكل مشاهدينا بس مباشر من خلال صفحة برنامج، اكتب برنامج أحداث الساعة، عاملين لايف لكل مشاهدينا في كل مكان. نطلق هاشتاج معاك يا سيسي، هاشتاج معاك يا سيسي، بنطلق هاشتاج الآن على الهواء مباشرة لكل مشاهدينا في كل مكان، معاك يا سيسي،
ضد المغردين، ضد كل عميل وخاين وخسيس اللي بيحاول ان هم. ما انا في فقره في اخر البرنامج يا جماعه، في اخر الحلقه النهارده، فقره مهمه جدا مهمه جدا. يعني انا بشكر الاستاذ الاعلامي وائل السعيد ان يعني جاب لنا هذا المقطع، ان شاء الله يكون في اخر الحلقه، مقطع انقلب السحر على الساحر. مهم جدا المقطع ده، مهم جدا لمشاهدينا في كل مكان، كل اهالينا، الاسر المصريه في كل مكان. نطلق هاشتاج الان، هاشتاج معاك يا سيسي. مشاهدينا الكرام في كل مكان، يعني بنحاول يا جماعه، بشكر الاستاذ ساندي، بشكر كل المتابعين اللايف لبرنامج احداث الساعه الان لتلقي كل رسائلكم. طبعا زي ما احنا عارفين كلمه فخامه السيد الرئيس بيتكلم في سياق مهم جدا، وقال ان كان يعني موضوع دور الامن الفتره الماضيه كان دور ايجابي ودور فعال ودور مهم جدا لكل حمايه اهالينا على مستوى المحافظات. وانتم عارفين النهارده بيحاولوا ان هم يعني يعملوا زعزعه في الاستقرار، بيحاولوا ان هم يدوا مشاهد للخارج ان احنا ما عندناش استثمارات، بيحاولوا ان هم يتكلموا عن السياحه المصريه، بيحاولوا ان هم يتكلموا عن الصحه، بيحاولوا يعني النهارده احنا ما بنتدخلش في شؤون اي دوله خارجية ولا اي دولة بتحاول ان هي يعني تقوم بدورها حوالين الدولة المصرية. وما فيش حد يعني النهاردة من احد الدول اللي هي بتحاول انها تتلاعب مع الدولة المصرية ليها دور فعال داخل الدولة المصرية، ان كل مشاهدينا وكل اهالينا المصريين في كل مكان عارفين ان النهاردة احنا في حالة يعني الحمد لله رب العالمين، بنحاول ان احنا نتطرق للسياق العام للدولة المصرية. والنهاردة فخامة السيد الرئيس اب لكل المصريين، اما طلع بيتكلم بكل قلب، عايز بقى يا جماعه مشاهدينا يعني الكلمه اللي قالها فخامه السيد الرئيس في الندوه التثقيفيه في يوم الشهيد العالمي النهارده. نخلي بالنا كل كلمه لها مغزى، وانا قلت الكلام ده قبل كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل كلمه لها مغزى ولها معنى. جماعه بقى اللي هم قاعدين بيتربصوا الان، الجماعه اللي هم يعني مش عارف اقول لكم ايه، يعني هنا الدولة تتقدم الى الامام، الدولة تسطر التاريخ، هفضل اقول كده. وانا عارف اني انا لما بتكلم عن فخامة السيد الرئيس بعض الجماعة، بعض اللي هم اتنين ولا تلاتة اللي هم قاعدين بيحاولوا ان هم ايه يعني فكرهم رايح في حتة يعني، لا انا بقول لكم بقى من خلال برنامج احداث الساعة، ارجعوا لرشدكم، ارجعوا. الوطنية لا تباع ولا تشترى، الوطنية لا تباع ولا تشترى. الدولة المصرية هي رمز على مستوى الشرق الاوسط، هي الام الكل، الشرق هي الام الكل، الوطن العربي. نخلي بالنا يعني معانا زمايلنا او يعني الكفاءات يا جماعه، من اهم الكفاءات طبعا استاذ احمد، طبعا زميلي في الاعداد بيقول لي الكفاءات مهمه جدا اللي بيختارها طبعا فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان من اهم الكفاءات اللي اختارها معالي الوزير الفريق كامل الوزيري في يعني اما نصبه لوزير النقل والمواصلات. تعالوا نشوف المشهد الجميل اللي تم من خلال، بس قبل ما نطلع المشهد يا جماعه، تحيا جمهوريه مصر العربيه، معاك يا سيسي. الهاشتاج الان بدا فعاليه الهاشتاج على برنامج احداث الساعه وقناه مصر البلد، تحيا جمهوريه مصر العربيه، معاك يا سيسي. الهاشتاج الان على اللايف، تحيا جمهورية مصر العربية، معاك يا سيسي. تعالوا نشوف فخامة السيد الرئيس والسيد معالي الفريق كامل الوزيري في تنصبه لمعالي وزير النقل والمواصلات. هنقرب منه ونعيش مشاكل وهنستنى. الأخ والصديق والمعلم والإنسان، صدقت معالي الفريق كامل الوزيري وزير النقل والمواصلات في هذه المقولة. مشاهدينا الكرام، قبل ما نروح لكلمة معالي الوزير النقل والمواصلات، طبعا عندنا كمية رسائل. سليمان العمدة، معاك يا سيسي على هاشتاج، معاك يا سيسي. طبعا ابتدى الهاشتاج يتفعل الان امام السادة المشاهدين في كل مكان. سليمان العمدة، معاك يا سيسي بالروح بالدم. الان اهالينا على مستوى المحافظات بيتفاعلوا حوالين الهاشتاج، هاشتاج معاك يا سيسي، تحيا جمهورية مصر العربية، معاك يا سيسي. النهاردة المصريين بيردوا على بعض المغردين، بعض المرتزقة اللي بيحاولوا ان هم يتقمصوا دور يعني الاعلام من الخارج، دول الاعلام الخسيس، الاعلام الجبان اللي بيحاول يتقمص ان هو له سلطان على الشعب المصري. المصريين يردوا الان على هاشتاج معاك يا سيسي، تحيا جمهورية مصر العربية، معاك يا سيسي.
مشاهدينا الكرام في كل مكان، يتفاعل الهاشتاج مع السادة المشاهدين والسادة الوطنيين على مستوى محافظات مصر. طبعا احنا شفنا كلمة معالي الفريق، معالي وزير النقل والمواصلات بعد تنصبه لوزير النقل والمواصلات اللواء كامل الوزيري، ويعني الروح الحواري اللي تم بينه وبين القيادة السياسية اللي النهاردة كانت في الندوة التثقيفية. وابرز المواضيع احنا عايزين نفهم المشاهدين ونفهم الناس النهاردة، يعني اي حد يا جماعة بقى، من يجتهد فعليه ان يرتقي. يعني النهاردة اللي بيجتهد بجد، يعني احنا شفنا اللواء كامل الوزيري في المشروعات داخل القوات المسلحة المصرية، النهاردة اجتهد معالي اللواء او الفريق كامل الوزيري، تنصب لي الفريق وبعد كده بقى يعني وزير النقل والمواصلات، والنهاردة كان ادى اليمين امام فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه منصب وزير النقل والمواصلات. وابرز اللي قاله النهارده يعني معالي وزير النقل والمواصلات اللواء كامل الوزير او الفريق كامل الوزيري، يعني بيدي الروح للمصريين النهارده يا جماعه. الناس دي لما نسمع منها الكلام ده، ونخلي بالنا الكلام ده ما بيتقالش كده وخلاص، لما قال الاخ والصديق والمعلم والانسان، حط يعني جاب كلمه الانسان في الاخر ليه؟ النهارده يعني معالي السيد رئيس الجمهوريه هو اب لكل المصريين، اخ لكل المصريين. النهارده هو عارف يا جماعه، يعني عارف النهارده المصريين ايه اللي بيتم النهارده في شوارع مصر، ايه اللي بيتم النهارده في محافظات مصر، ايه اللي بيتم على مستوى القرى والنجوع والمدن. عارف يا جماعه والله عارف، وبيقول لكل مشاهدينا في كل مكان كلام له معنى ومغزى. نخلي بالنا، لان انتوا عارفين ان بعض المغردين بيحاولوا النهاردة ان هم يتصدروا المشهد ويتلاعبوا مع المصريين، لكن النهاردة المصريين فهموا، المصريين عرفوا الوضع على حقيقته. طبعا اقسم بالله معاك يا سيسي، والله يا جماعة الهاشتاج يعني بيتصدر الان على اللايف وعلى صفحة برنامج احداث الساعة. يعني النهاردة كل من مشاهدينا بيقسم بالله معاك يا سيسي، الهاشتاج يتفعل بدور فعال. مشاهدينا الكرام، يعني انا مشاهدينا حول يا جماعه، يعني تبقوا معانا على لايف البرنامج، على اللايف النهارده امام حضراتكم بنحاول نفعل هاشتاج معاك يا سيسي. تحيه جمهوريه مصر العربيه معاك يا سيسي. ما احنا لو رجعنا بالذاكره الى الوراء وشفنا التاريخ، وشفنا من ايام 25 يناير والاعتصامات اللي تمت من بعض الجماعه المرتزقه، كان يعني كان المشهد عامل ازاي؟ اظن كل المشاهدين عارفين، ومش عايزين نتكلم في هذا الامر لان احنا كلنا عشنا هذا الموضوع، كلنا شفنا مدى الحرائق ومدى يعني التعذيبات اللي تمت في جامع عمر مكرم، والناس اللي هم خدوهم وقالوا عليهم ضباط امن دوله، وكانوا دول وطنيين، يعني دول ناس مصريين وليس في اي جهاز من الاجهزه المصريه، نزلوا بيشوفوا المشاهد زي اي حد النهارده. لو رجعنا بالتاريخ هنقول كان دورهم ايه وبيحاولوا يعملوا ايه. بيقلعوا البلاط في كل ايام 25 وما بعد 25، ابتدوا يقلعوا البلاط. مشاهدينا الكرام نخلي بالنا النهارده كل كلمه تحت رعايه وفخامه السيد رئيس عبد الفتاح لها معنى ومغزى. نخلي بالنا النهارده مصر تتصدر الى الامام، مصر تسطر التاريخ. الهاشتاج يكون بتفعيل ايجابي يا جماعه، يعني مشاهدينا الكرام، يعني انا الان بشكر كل متابعينا، ابو مارينا دي جي وسليمان العمده، ويعني انا عندي يا جماعه كميه لايفات وكميه رسائل غير طبيعيه. يعني الان بيتلاحم المشاهدين معنا على اللايف الان على البث المباشر. مشاهدينا الكرام، طب يعني عشان برضو نحاول ان احنا نعرف المشاهدين ايه اللي تم وايه اللي بيتم النهارده من ايام 25 ومدى المرتزقه والفرق اللي يعني لقبت بكذا مسمى للانهاء على الدوله المصريه. يمكن قال فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوه التثقيفيه ويوم الشهيد، قال نخلي بالنا مصر لن تركع ابدا. طب ما احنا معانا يا جماعه مشهد، يعني بيان مهم جدا من القوات المسلحه المصريه للقضاء ومكافحه الارهاب. تعالوا نطلع نشوف البيان الصريح من القوات المسلحة المصرية، يلا نطلع نشوف. أحداث الساعة في كل ساعة هنكون معاكم،
إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن تحقيق النجاحات الآتية: قيام القوات الجوية على الاتجاه الشمالي الشرقي باستهداف وتدمير 15 وكرا وتجمعا للعناصر الإرهابية. وتدمير 4 عربات تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها. وعلى الاتجاه الجنوبي تم استهداف وتدمير 17 عربة تستخدم في أعمال التهريب عبر الحدود، كما تم استهداف 10 عربات ووكر للعناصر الإرهابية على الاتجاه الغربي. القضاء على 46 فردا من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء، وضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية و14 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة. القبض على 100 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم. اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية. عثر بدليلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من المواد شديدة الانفجار التي تستخدم في تجهيز العبوات الناسفة بشمال ووسط سيناء. قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 204 عبوات ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير 10 فتحات انفاق على الشريط الحدودي برفح. كما استمرت عناصر القوات البحرية في تأمين الشريط الساحلي ومنع اعمال التسلل والتهريب عبر البحرين الابيض والاحمر. وفي حملة مكبرة لقوات حرس الحدود بالتعاون مع الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والشرطة، تم اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش وطنين من البنجو المخدر ومليون قرص حبوب مخدرة. كذلك ضبط كميات من البارود الاسود الذي يستخدم في تجهيز العبوات الناسفة. كما قامت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بتحقيق العديد من النجاحات، حيث تمكنت من ضبط 117 عربة تستخدم في اعمال التهريب عبر الحدود، وضبط عدد من الاسلحة والذخائر عبر مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. ونتيجة للاعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات، تم استشهاد 3 جنود اثناء الاشتباك وتطهير البؤر الارهابية. هذا وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الارهاب لتوفير الحماية والامن لشعب مصر العظيم. هنقرب منه ونعيش مشاكل وهنستنى. الله اكبر عليك يا مصر وعلى اولادك الابطال خير اجناد الارض. الله اكبر عليك يا مصر يا كيد الغزاة يا كيد الاعادي. الله اكبر عليك يا خير اجناد الارض. الله اكبر عليكم يا اولاد. الله اكبر عليكم يا ابطال. الله اكبر عليكم يا حماة المحروسة مصر. الله اكبر عليكم. الله اكبر عليكم. وربنا المنتقم الجبار من كل عميل وخاين وخسيس بيحاول ان هو يقتبس دور ان حاطط ايده على مصر. ابدا ابدا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، عندنا ابطال، عندنا خير اجناد الارض، عندنا النهاردة ابطال، عندنا خير اجناد الارض بيتصدوا للعدوان الغاشم الارهابي. يعني النهاردة مشهد يسطر للعالم ان عندنا ابطال يتصدروا لكل خسيس وعميل، لكل جبان ابيض ملوش لا ملة ولا دين ولا وطن. النهاردة خير اجناد الارض بيتصدوا لكل من يعني
من يتسول له نفسه. ما هم متسولين، هم متسولين. النهارده ردع حقيقي، بيان من القوات المسلحة المصرية، من اهم البيانات اللي اصدرت عن هيئة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية لخير اجناد الارض للتصدي على العدوان الغاشم. وهنا لما قال فخامة السيد الرئيس كلمته، كلمة فخامة السيد الرئيس في الندوة التثقيفية ويوم الشهيد كان مهم جدا. قال حاجات كتيرة قوي، قال يعني نخلي بالنا مشاهدينا الكرام، كلام له معنى، كلام له خطوات تمت وخطوات بتتم. مشاهدينا الكرام، عندنا بعض الدول المغرضة، بعض الدول اللي يعني معلش اللي الناس كانوا بيتكلموا عليها في الفترة الماضية وبيحاولوا ان هم يعني يتصدروا ان هم الهيلمان والسلطان على الوطن العربي، ولكن هنا مصر يعني تسطر التاريخ. مصر يعني النهاردة تحت رعاية فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي عندنا مشهد خطير جدا، مشهد مهم جدا. اهالينا على مستوى المحافظات عندنا لقطة هنعرفكم يعني ايه العميل الخارجي اللي بيحاول ان هو يلعب في الدولة المصرية. ليه؟ كان مفكر ان مصر هتبقى تحت ولايته، كان مفكر ان مصر هتبقى تحت الريادة بتاعته، لكن حدث ولا حرج. مشاهدينا الكرام في كل مكان، يعني يا ريت بقى كلنا نكون خدنا بالنا ايه مدى كمة الغل والحقد من العميل الصهيوني الماسوني اردوغان. نخلي بالنا بقى مشاهدينا الكرام، احنا حبينا نودي بس حضراتكم في مشهد مهم جدا. ما مدى حاكم تركيا كان بيفكر ان مصر هتبقى ولاية من ولايته؟ كان مفكر مصر انها ترجع للجماعة الارهابية وهتبقى جزء من ولايته، وتركيا هتبقى هي المسيطرة وال يعني المهيلمنة على الوطن العربي. ولكن هنا طبعا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بنهضة كبيرة، نهضة مهمة جدا، حماية مصر بجيشها بشرطتها بشعبها. وشعب مصر واعي وفهم وعرف ايه ما مدى بعض الدول المعادية لجمهورية مصر العربية، وما مدى التلاعب اللي هم بيحاولوا يتلاعبوا فيه وبيحاولوا ان هم يعني يتقمصوا دور مش بتاعهم خالص. وابتدوا في الفترة الأخيرة يعني ينشروا علينا بعض الجماعة الخونة اللي قاعدين من الخارج يتحكموا على الدولة المصرية ويعملوا بعض أمور من الهاشتاجات والحركات اللي هم بيعملوها على القنوات بتاعتهم، إن هم يتقمصوا دور إن هم لهم الولاية على مصر وهم. لكن هنا مصر فهمت، كل مشاهدينا الكرام في كل مكان أعلم جيدا أن كل المصريين مهما ممكن يكون في خلاف بيني وبين أي حد، لكن لما حد يقرب من وطنية المصريين حدث ولا حرج. لا خلي بالك هتلاقي قنبلة موقوتة، هتلاقي يعني أكتر من 100 مليون جندي، أكتر من 100 مليون جندي. مش هيبقى خير أجناد الأرض بس، لا هتلاقي المصريين كلهم بقى جنود، المصريين كلهم بيتصدوا للإرهاب، المصريين كلهم بيتصدوا للعنف، المصريين كلهم بيسطروا التاريخ. النهاردة الدولة تتقدم إلى الأمام، عندنا سياحة بتتحرك، عندنا استثمار بيتحرك، عندنا تعليم بيتحرك، عندنا صحة ابتدت على بداية يعني الحركة الإيجابية، عندنا 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 عندنا. وكل الدول احنا لو بصينا هنلاقي في بعض الدول أو يعني شبيه بالدول أن هناك بعض من مشاكل داخلية، ولكن هنا بنحاول نقول الجماعة اللي قاعدين من الخارج المرتزقة اللي بيحاولوا يتقمصوا الأدوار وبيتحاولوا إن هم يلعبوا في سياق الدولة المصرية، مصر لن تركع أبدا، مصر لن تركع. عندنا خير أبطال، عندنا أبطال بيقدموا أرواحهم، بيفتحوا صدورهم ضد الإرهاب الغاشم العدوان اللي بيحاولوا إن هم يتقمصوا دور السيادة. ولكن مصر هي السيادة، مصر هي الريادة، مصر هي القوة، مصر هي الأم للوطن العربي. وبشكر كل إخواتنا الأشقاء على مستوى الوطن العربي، كل إخواتنا الأشقاء على مستوى الوطن العربي للتلاحم الفعال. ويعني إيه مصر؟
وهنا احنا كنا اتكلمنا في بعض الامور عن موضوع السوشيال ميديا. لو احنا رجعنا لاصدقائنا على السوشيال ميديا في الوطن العربي هتلاقي في ناس كتيره قوي وطنيين جدا، وطنيين لمصر، اه والله العظيم بيتكلموا عن مصر بكل حب وبكل اخلاص وبكل وعي وبكل رياده. نخلي بالنا اعزائي المشاهدين في كل مكان. قبل ما نروح لفقره انقلب السحر على الساحر، عندنا يعني رسائل كتيره جايه لنا. عندنا سليمان العمده، معاك يا سيسي، معاك يا سيسي، معاك يا سيسي، فاتح موضوع معاك يا سيسي الى الاخر. الهاشتاج الان على الهواء مباشره امام الساده المشاهدين من خلال برنامج احداث الساعه. كاتب كتير معاك يا سيسي، طبعا سليمان العمده، سليمان باعت كتير، باعت سليمان يعني عمال بيتحدث معانا كتير كتير جدا. مشاهدينا الكرام، معانا ابو رضا، يا استاذ هاني ساني الحجر هتنور بيك والله، ولو اتكرمت محتاجين زياره المعاليك. طبعا ده شرف لينا ان احنا نكون مع اهالينا واخواتنا بمحافظه الشرقيه ان شاء الله في الفتره القادمه، وهيكون في تنسيق مع سياده اللواء احمد الهواري رئيس مدينه صان الحجر، وهنكون عندكم ان شاء الله ونشوف يعني الشرقيه اخواتنا واهالينا واحبابنا، هنكون ان شاء الله في قريب عاجل نكون معاكم باذن الله. رسائل كتيره يا جماعه جايه لنا. انا عماد سعد من قرية ألمة، بشكر القناة والقائمين عليها، ممثلة في الاستاذ هاني الهواري وجميع العاملين فيها لوقوفهم جنب البلد في موضوع الكوبري، ولكم جزيل الشكر. وتحية لخالد بيه الحكيم والمخرج الجميل الاستاذ احمد بيه امين. طبعا بنحييك استاذ عماد سعد، وبحيي كل اهل ألمة ومدينة اليوب على يعني الرؤية الجميلة. وكان هناك زي ما كنا عرضنا قبل كده موضوع كوبري ألمة، والحمد لله ربنا أكرمنا وبيتم إنشاء لكوبري ألمة الآن. عندنا جماعة رسائل زمايلي في الإعداد، حاولوا تبقوا معايا على الصفحة عشان تاخدوا بعض الرسائل دي بعد الندوة، ونكروا وكل الكلام وقالوا التعامل مع جمعية سيادات الأعمال أو أي يعني، ده جماعة برضو موضوع على الصفحة، هنحاول إن احنا يعني يكون في تواصل بيننا وبين الاعداد بياخد التفاصيل. تمام، يعني قبل ما نروح بس يا استاذ احمد، نداء واستغاثة بفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير عبد الفتاح السيسي، اعانك الله لكل ما هو خير، ووفق الله في خدمة وطننا الحبيب الغالي مصر، باسم اهالي عزبة رشوان التابعين لمجلس مدينة اليوب، واحدة محل مش عارف ايه جغرافية، وحي الشرق ادارية محلية، حيث انها العزبة فقيرة في الخدمات والمرافق، حتى ظهر بصيص الامل في عهد سيادتكم، وتم بالفعل ادخال مياه الشرب في شهر فبراير 2018، نرجو المتابعة لهذا الامر. عيننا حاضر. ده الاستاذ ايمن يا جماعة، انا عندنا كمية رسائل غير طبيعية، والهاشتاج يعني بيتفاعل الان امام السادة المشاهدين على صفحة برنامج احداث الساعة، عندنا يعني رسائل كتيرة. قبل ما نروح للفقرة الاخيرة، بنشتم بقى يا جماعة، انتوا عارفين بقى اللقطة اللي هي بتاعت الواد الخسيس الجبان اللي هو اللي انا قلت عليه حقير، الخسيس الجبان العميل الرخيص السهل الاشعر، ده يعني واحد اسمه ايه يا جماعة، هنجيب صفحته دلوقتي، مع اسعد ابو ملاية، ابو ميالة، اسعد ابو ميالة، ده من الكويت بقى، بيقول لي حضرتك مفلس اعلاميا بدرجة امتياز. اشكرك اشكرك ان انت ميزتني ان انا مفلس اعلاميا بدرجة امتياز يا ابو مش ميالة، ابو ملاية، هو بالفعل وانت يلقب عليك ابو ملاية. مشاهدينا الكرام، يعني معانا جماعة الان بنحاول ان احنا نديكم بعض الفقرات. انا اسمي نادر حامد، محافظة كفر الشيخ، عندي شلل الاطفال. حاضر يا استاذ نادر، ارجو يا استاذ هاني تعرض شكوتي دي الوجه، لان بعت الاعلاميين كتير وانت شكلك راجل محترم واقف جنبي باذن الله لوجه الله. عينيا يا استاذ، مكتوب صفحة زهرة الياسمين، عينينا حاضر، هيكون في تواصل ان شاء الله مع كل ده، هنحاول ان احنا يعني نتواصل معاكم، ونحاول ان احنا يعني اللي ربنا هيكرمنا بيه هنقدر نعمله مع اهالينا ومشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا الكرام، الان صفحة هاشتاج تحيا جمهورية مصر العربية، معاك يا سيسي، الان على الهواء مباشرة مع يعني السادة المشاهدين في كل مكان، نطلق صفحة او هاشتاج معاك يا سيسي تحيا جمهورية مصر العربية، هاشتاج معاك يا سيسي تحيا جمهورية مصر العربية. مشاهدينا الكرام، نروح للفقرة المهمة والفقرة الأخيرة اللي ابتدوا يتلاعبوا بالمصريين من بعض اللايفات والسوشيال ميديا والقنوات الخارجية العميلة الخسيسة اللي من الخارج، اللي يرأسها
المرتزقي الاخواني العميل الجبان الخسيس ايمن نور، حاول ان هم يعني بالواد الاشقر الرخيص السهل ان هم يتلاعبوا ببعض الناس الغلابة المصريين. بقول للمصريين خلي بالكم، دول قاعدين من الخارج يتقمصوا دور السيادة على الوطن المصري، ولكن انتم السيادة، الشعب المصري اللي قاعد اللي بيحب البلد اللي قاعد على ترابها هو السيادة الحقيقية، هي السيادة الشعب المصري، هم السيادة مش اللي قاعدين من الخارج اللي بيحاولوا ان هم يبقوا السيادة عليكم. تعالوا نشوف الصفافير والطبلة على عملت ايه في اردوغان، العميل الخسيس الصهيون الماسوني العميل اردوغان. تعالوا نشوف انقلب السحر على الساحر، انقلب السحر على الساحر. تعالوا نشوف يا جماعه مع بعضينا مشاهدينا الكلام في كل مكان، نشوف السحر عمل ايه في الساحر العميل الجبان اللي حاول يطلع قرد خسيس رخيص يتلاعب بالدوله المصريه، ولكن هنا ان الله يعني ان الله بالمرصاد، ان الله ان لربك لبالمرصاد، ان لربك لبالمرصاد، ان ربك لبالمرصاد. تعالوا نشوف السحر عمل ايه. مشاهدينا الكرام في كل مكان، يعني ده مشهد النهاردة من داخل تركيا، انقلب السحر على الساحر. هو مش ساحر، ده هو عميل ورخيص وجبان وسهل وفي كل حاجات. ده باع اهله، يعني الولد ده باع اهله على الهواء، باع اهله على الهواء. مشاهدينا الكرام في كل مكان، نخلي بالنا الرخيص السهل الاشقر باع اهله على الهواء. يعني انا قالوا لي بعض الجماعه اللي بيتفرجوا على الرخيص السهل. مشاهدينا الكرام امام حضراتكم العميل اللي فكر ان مصر هتبقى ولايه تحت ولايته باداره الرخيص السهل الاشقر اللي بيحاول يديرها عن طريق القناه المرتزقه العميله الخارجيه. مشاهدينا الكرام، يعني النهارده انقلب السحر على نفسهم، انقلبوا على بعضهم. النهارده دولة تركيا من الداخل انقلبت وصفرت وزمرت وزغرتت وطلعت وخربت الدنيا هناك في تركيا. ليه؟ ربنا المنتقم الجبار. ربنا المنتقم الجبار. النهارده ما انت لما تفكر ان انت تعمل حاجه لجارك او لاخوك او لحد قريب منك او لحد، اكيد اكيد انت هتقع في هذا المغزى. مشاهدينا الكرام، يعني هناخد رسائل سريعه كده قبل ما نختم مع حضراتكم. معانا الاستاذ محمد جمال لبه من حي بولاء الدكرور، مستشفى بولاء الدكرور، كوبري موت بولاء الدكرور، في اشغالات في الشوارع صفت اللبن شارع ناهيه. حاضر يا استاذ محمد، هيكون في تواصل مع حضرتك ان شاء الله عبر الصفحه، وهنحاول ان احنا نشوف ايه قصه بولاء وايه قصه المستشفيات هناك. ابو رضا زياني صان الحجر، حاضر يا حاضر، بيكرر تاني محتاجين دعم من حضراتكم انشاء مستشفى لصان الحجر. حاضر ان شاء الله باذن الله اكون في تواصل مع بعض يعني القياده الموجوده داخل، او السيد معالي الوزير المحافظ محافظ الشرقيه داخل محافظه الشرقيه، وهيكون في تواصل، وهنحاول ان احنا يكون يعني نطلع الساده المسؤولين داخل هذه المحافظه على بعض الامور يعني باذن الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، يا رب النهارده نكون كنا عند حسن ظن الجميع، ونكون ما نسيناش حد، ونكون قدرنا يكون لنا اطلاله ودور فعال مع حضراتكم. بس قبل ما نطلع يا جماعه، عشان الهاشتاج يا جماعه فعال، حمدي حميده حميده مرعي بحبك يا سيسي احسن احسن رئيسي، عبد الله ابو شلبي الدولي معاك يا ريس وربنا يوفقك، مينا ابدو او منى ابدو معاك يا سيسي تحيا مصر، مينا عبدو تاني معاك يا سيسي تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. يعني مشاهدينا الكرام في كل مكان، الهاشتاج يتفاعل الان، تحيا جمهورية مصر العربية معاك يا سيسي، انطلق الان من برنامج احداث الساعة هاشتاج جمهورية مصر العربية معاك يا سيسي، انطلق اليوم من خلال برنامج احداث الساعة ومصر البلد، هاشتاج معاك يا سيسي تحيا جمهورية مصر العربية. ومكملين مع حضراتكم ان شاء الله مشاهدينا الكرام في كل مكان، ويا رب النهارده نكون عند حسن ظن الجميع، وانتظرونا غدا وحلقه قويه، هيكون معانا تفعيل للهاشتاج، وهنحاول ان احنا نتلقى رسائلكم عبر اللايف والبث المباشر من خلال صفحه برنامج احداث الساعه، وهيكون في تواصل مع الساده المشاهدين للبرنامج عشان نحاول ان احنا نطلع على الرسائل ليهم. مشاهدينا الكرام، يا رب نكون كنا عند حسن ظن الجميع، ونكون وفقنا النهارده في اتمام الرساله لكل مشاهدينا في كل مكان. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. برنامج ياتيكم برعاية شركة لهفة في كل بيت في مصر، عنوان الجمال. برنامج ياتيكم برعاية هايبر الشرقية.
احداث الساعه.